طيب احمد، اصعب مشهد بالنسبه لك كان ايه في الجزء الموسم الاولاني؟ هو نفسيا كان في جزء في يعني هو كان صعب نفسيا، لانه المفروض ان احنا كنا مشهد كنت مفروض في جثث على الارض وبركه من الدم فالمشهد ده كان نفسيا مش كان شاق شويه من ده على ده، يعني كان في حاجات مصنوعه وكان في طبعا ناس حقيقيين فكان اليوم تقيل علينا كلنا، يعني احنا نفسيا كنا كلنا مقبوضين وكده. وطبعا في ايام بيت الخضراوي اللي جوه البيت دي كانت البيت ما كان فيه حاجه مش مريحه قوي، يمكن من الديكور، يمكن من الحقيقه ولا ديكور البيت جزء منه حقيقي وجزء منه ديكور. الحقيقه النهارده جزء ما احنا ما عشان ايوه ما احنا حتى المسلسل فيه جزء وان شاء الله فيه جزء ثاني هينزل. لا انتم ممثلين بقى جزء احياء موجودين وجزء جرافيكس والحاجات في جزء ديكور وجزء انا خدت من فلوسي جزء برضه فاضل لي جزء. انا بهزر لا انا اسف يعني. اوكي خلينا في بيت الخضراوي خلينا في بيت الخضراوي بس جزء وجزء هنكمل. احنا ماشيين بقى كده على طول بالمسلسل بالظبط. معظم الاسئله اللي حضرتك تساليها تبقى جزء وجزء. انا خلاص هو ده السؤال كله ولا ده جزء؟ لا ده جزء. هو جزء منه حقيقه ده موجود البيت ده وانتوا كملتوه بقى ديكور. هو كامل ديكور وفي اجزاء منه اصلا كملت في بلاتو، يعني سقف الاجزاء اللي الاطفال نطوا منها علشان السيفتي وكده علشان مش ينفع ينطوا من سقف حقيقي وكده، ودي كانت حته يعني بيتم مراعاتها طول الوقت. فكان مربوطين بوايرز على ديكور مبني بالكامل وكان متقلد بالظبط زي الحقيقي، ودي كانت حاجه من الباشمهندس علي حسام المهندس الديكور والارت دايركتور او البرودكشن ديزاينر، يعني حد هايل. وانت اكيد شفتي في النتيجه عامله ازاي، خاصه المسلسل كله في زمن قديم. هو موجود اشهر فيه تفصيلة. مش موجود لا هو مش موجود وما اعرفش معانا في فلوس من 2 سيزون 2 ولا لا، بس بجد الديكور كان هايل. لو هنحتاجه نشكر فيه. اوكي ما شاء الله احنا هنخرج من اللقاء ده علاقتنا بزمايلنا ممتازه. يعني ممتازه. طب قول لي بقى، بتنام بتحلم بكوابيس شويه في اثناء تصوير طبعا المسلسل، كل الحاجات بقى اللي حصلت لك البارانورمال اللي جوه دي؟ بس انا مش عارف، هي مالهاش علاقه بالحاجات البارانورمال، مفيش حاجه بتحصل بارانورمال في التصوير، بس يمكن له علاقه مثلا بالقلق الخيولات والحاجات ورجل مسلوخه والحاجات دي. ما لا ما يعني لا هي مش مشكله اللي حصل في، يمكن واحد علشان بس ايه خايف من يعني مترقب نزول العمل وكده والمسؤوليه وبتاع، يمكن ده عامل شويه قلق، مش لدرجه الكوابيس بس شويه قلق، لكن مش بسبب الحاجات اللي كانت في المسلسل.